بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمة منك يا أرحم الراحمين. ربي يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، سهل أمورنا إلى كل خير برحمة منك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا الكرام، وصلت مع حضراتكم إلى المحاضرة التاسعة من مقرر فقه الأحكام الشرعية للنوازل السياسية. وكنا قد وصلنا في المحاضرة السابقة، انتهينا عند قول جمهور العلماء الذين أو قول إجماع العلماء الذين أجمعوا عليه أنه لا يصح في حال القدرة والاختيار أن تتعدد الدول داخل محيط أمة الإسلام، ولا أن يتعدد الأئمة على كراسي الحكم في أمة الإسلام. وإذا كان هذا التعدد جائز في بعض الأزمان لظرف من الظروف كاحتمال أن الأمة كبيرة، فإن هذا من المؤكد أنه ما يجوز للضرورة والاقتهار لا يجوز في حال القدرة والاختيار. نحن نقول في حال القدرة والاختيار لا يصح أن تتعدد الدول ولا الأئمة على كراسي الحكم في أمة الإسلام. هذا القول هو قول أهل السنة بأجمعهم، ومعهم جمهور المسلمين من شتى الفرق، وهو الذي أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قبل أن يبزغ أولئك القلة المتفرقة في القرون الذين نازعوا في هذا الأصل العريق، كأمثال الجاحظ كما قلنا من المعتزلة، وأمثال أبي الصباح السمرقندي من الكرامية، والحمزية من الخوارج، والزيدية من الشيعة. وذكرنا أدلة الإجماع على هذا القول، قول أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز التعدد للأئمة على كرسي الحكم في الأمة الواحدة. ذكرنا أدلة الإجماع، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، منها قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومنها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأيضا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وكذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكرناها في المحاضرة الماضية. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. أيضا الأحاديث كثيرة في هذا الباب، إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. لكن حقيقة يا أحبابنا الكرام، هناك قلة من الفرق الذين شوشوا على هذا الإجماع، والذين اختاروا رأيا آخرا، لكن حقيقة لا يشوش على الإجماع خلاف القلائل المتفرقين في الفرق من غير أهل السنة والجماعة، لسببين اثنين. السبب الأول أن خلاف هذه القلة القليلة لا يضر عند كثير من علماء الأصول وعند كثير من الفقهاء، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن هذا الخلاف الذين جاءوا به أولئك القلة القليلة جاء بعد انعقاد الإجماع في عهد السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم إنهم ذهبوا إلى أدلة حقيقة لا يعول عليها. فمما استدلوا به على جواز تعدد الأئمة هؤلاء القلة القليلة الذين خالفوا الإجماع، مما استدلوا به أنهم استدلوا على جواز تعدد الأئمة على كراسي الحكم في أمة إسلامية واحدة، قالوا أنه يجوز
أن يوجد في الزمان الواحد أكثر من نبي دون أن يؤدي ذلك إلى إبطال النبوة. فيجوز من باب أولى أن يوجد في الزمان الواحد أكثر من إمام دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان الإمامة. ولكن استدلالهم هذا باطل من وجهين، كما قرر علماؤنا من أهل السنة والجماعة. قالوا أن هذا الاستدلال باطل من وجهين. الوجه الأول أن الحال قبل بعثة النبي ليس كالحال بعد بعثته، فقبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجوز أن يتعدد الأنبياء في الزمان الواحد، وكان يجوز ذلك أن تتعدد الأمم بتعدد الأنبياء، وهذا واقع وحاصل. أما مع بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي المبعوث إلى البشرية واحد، والدين المرتضى لهم واحد، والأمة كذلك واحدة. هذا الرد الأول عليهم. الرد الثاني قالوا أن تعدد الأنبياء في الزمن الواحد لا يضر حقيقة. لماذا؟ قالوا لأن الأنبياء معصومون من المعاصي، الأنبياء معصومون من المعاصي، ويستحيل أن يعادي بعضهم بعضا بخلاف الأئمة. واستدلوا كذلك بأن تعدد الأئمة أصلح من جهة أن الرقعة، هؤلاء القلة القليلة، استدلوا بأن تعدد الأئمة أصلح من جهة أن الرقعة إذا اتسعت فمن الخير أن يكون لكل بلد إمام، فيكون أقدر على القيادة ورعاية المصالح. هكذا هم استدلوا، الفرقة القليلة. لكن رد عليهم أيضا علماؤنا من أهل السنة والجماعة، ردوا على هذه الشبهة ردا في غاية البساطة. قالوا الإمام لا يدير الأمور بنفسه، فمهما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فإنه مع الإمام جهاز إداري، ومعه وزارة تتسع باتساع الدولة. ولقد كانت أمة الإسلام في أوج مجدها وقوتها أيام الخلفاء الراشدين، الذين حكموا دولة الإسلام التي امتدت أطرافها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وما غاب شبر منها عن عين الخليفة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المصالح المتوخاة من وراء مشروع خليفة لكل قطر هو في الواقع الأمر ليست إلا ظنونا، في الواقع هذا الأمر ليس إلا ظنونا، مقابلة بمفاسد أضخم وآكد، وهي مفاسد التفرق والتشرذم والتنازع والتنابذ. وهذا ما تجدونه حقيقة وواقعا وصدقا في من يعيش في داخل البلاد السورية وعلى الأراضي السورية في المناطق المحررة. يرى هذا رأي العين، أن تعدد القادات وتعدد الأئمة وتعدد الحكام هذا له مفاسد كثيرة، كالتفرق والتشرذم والتنازع والتنابذ إلى غير ذلك. ومما لا شك فيه أن دفع المفاسد يا سادة مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة أصولية كما ذكر علماء الأصول. هذا إذا كانت الكفتان متساويتان، فكيف وكفة المفاسد راجحة راسية بينما كفة المصالح طائشة وذاهبة في الفضاء؟ كذلك لا يضر بالإجماع أن بعض علماء أهل السنة من أمثال الإمام الجويني والإمام القرطبي قد قالوا بجواز تعدد الأئمة إذا وجد سبب يقتضي التعدد، كأن تتسع خطة الإسلام بحيث توجد منها جزائر متقاذفة قد نأت عن نظر الإمام، أي قد بعدت عن نظر الإمام، أو حال بينها وبينه خط من ديار الكفر. يعني أصبح عندنا دولتان مسلمتان، ولكن بين هاتين الدولتين يوجد هناك ديار كفر قد تولج داخل ديار الإسلام، أو قد تولج داخل ديار الإسلام، لأن كلامهم هذا محمول
على حال الضرورة. ومن المعلوم أن الضرورة لها أحكام استثنائية. إذن نستنتج أن الإمام الجويني والإمام القرطبي رحمهما الله تعالى قالوا بجواز تعدد الأئمة، ولكن إذا وجد سبب يقتضي هذا التعدد كاتساع خطة الإسلام بحيث أن يكون هناك عدة دول للإسلام، منها دول بعدت عن عين الحاكم ونأت عنه وحالت بينها وبينه خط من خطوط ديار الكفر، فهذا يقتضي أن تتعدد الدول الإسلامية وهذا يقتضي أن تتعدد الأئمة، ولكن قالوا هذا ضرورة. ومن المعلوم أن الضرورة لها أحكام استثنائية تزول بزوالها وتقدر بقدرها، وهذا أيضا قاعدة من قواعد الأصول الفقهية التي وضعها علماء الأصول. ولا يمكن يا سادتي أن نأخذ الوضع الاستثنائي حكم الوضع الطبيعي، لا يمكن أن نأخذ بحكم الوضع الاستثنائي في حال الوضع الطبيعي. إذا نظام الحكم في الإسلام نظام وحدة أو نظام وحدة ليس غير، ولا يسمح بوجود غير خليفة واحد وخلافة واحدة، فهو نظام وحدة وليس نظام اتحاد. فلا يصلح لأمة الإسلام نظام الاتحاد الفيدرالي ولا نظام الاتحاد الكونفدرالي، فكيف يصح نظام الكيانات المتفرقة والدويلات والبلدات المبعثرة؟ ننتقل إلى المطلب الثاني، وهو مؤسسات النظام السياسي الإسلامي. تحدثنا في المحاضرات السابقة عن أسس وقواعد النظام السياسي الإسلامي، هذه الأسس تمثل الإطار النظري لنظام الحكم في الإسلام. أما الإطار العملي فيتمثل في المؤسسات التي نعني بها عندما نقول مؤسسات هي الأجهزة التي تتبنى الأسس والقواعد وتنطلق منها لتمارس العمل السياسي وفق أحكام الشرع وليس بعيدا عن الشرع، لأنكم كما تعلمون لا يصلح البلاد ولا يصلح العباد إلا بشرع الخالق جل جلاله. إذا هذه المؤسسات التي نقصد بها الأجهزة التي تتبنى الأسس والقواعد تنطلق منها لتمارس العمل السياسي وفقا لأحكام الشرع والتي تضمن عدم الانحراف عن الشرعية. لقد أوجد الإسلام حقيقة مؤسسات لم تكن موجودة من قبل، وتتميز بها مثلما تتميز بجملة كبيرة من الأسس والقواعد. هذا التميز يجعل النظام السياسي الإسلامي فريدا لا مثيل له ووحيدا لا نظير له، وتنزهه عن أن يكون تابعا أو مقلدا لأي نظام من النظم في الأرض كلها. سندلل على هذا الكلام وعلى وجود هذه المؤسسات للنظام السياسي الإسلامي صاحب الفعالية الكبيرة، ندلل على ذلك من خلال هذه المؤسسات التي سنذكرها الآن: مؤسسة أهل الحل والعقد، مؤسسات السلطة الحاكمة، ألا يوجد في ديننا الحنيف السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية؟ تعالوا نتدارس معا بداية مؤسسة أهل الحل والعقد. حقيقة تناولت هذه المؤسسة كتب الفقه والتفاسير والشروح وكتب السياسة الشرعية وغيرها عن جماعة أهل الحل والعقد. تحدثت كتب الفقه والسيرة كتب الفقه والتفاسير والشروح وكتب السياسة الشرعية تحدثت عن جماعة أهل الحل والعقد، وسلم علماء الأمة كافة بوجود هذه الجماعة وبدورها الفعال في قيادة الأمة وفي صناعة قراراتها وتحديد وجهتها. هذه الجماعة الكبيرة التي استقرت عمليا في واقع الأمة الإسلامية من لدن الصحابة، واستقرت نظريا في الفقه الإسلامي من لدن الفقهاء الأوائل،
واستمرت على هذا الوضع المستقر قرونا عديدة، تعد أكبر وأوسع مؤسسات النظام السياسي الإسلامي وأعمقها أثرا في الحياة السياسية في الأمة الإسلامية، بل إنها تعتبر مستودع جميع المؤسسات ومصدر جميع السلطات. الموسوعة الفقهية الكويتية عرفت أهل الحل والعقد بأنهم أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس أو وجهاء الناس الذين يحصل بهم مقصود الولاية وهو القدرة والتمكين. أيضا عرفهم الإمام النووي رحمه الله تعالى بأنهم العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم. وعرفهم أيضا فضيلة الدكتور عطية عدلان مؤلف هذا المقرر الذي نتدارسه، عرف أهل العقد قال بأنهم الصفوة الذين تضع الأمة فيهم ثقتها وتنيط بهم أمرها وتسلم لهم زمامها من العلماء والصلحاء والأمراء والخبراء وغيرهم من كبار المسلمين الذين يتمتعون بالهيبة بما لهم من منة وشوكة ويبتون في أمر الأمة بما لهم من ولاية وتقدم. إذا كان مصطلح أهل الحل والعقد هو الغالب في استعمال الفقهاء والأصوليين والعلماء والباحثين، فإن حقيقة هناك مصطلحات أخرى تشابكت مع هذا المصطلح وذكرت على ألسنة بعض الفقهاء من علماء الفقه والأصول والسياسيين. نذكر بعض المصطلحات المصطلحات التي تشابكت مع مصطلح أهل الحل والعقد. ورد عندنا مصطلح أولو الأمر، ومصطلح أهل الرأي والتدبير، ومصطلح أهل الشوكة، ومصطلح أهل الشورى، وأهل الاجتهاد، وأهل الاختيار، إلى غيرها من المصطلحات. لكن لكل مصطلح من هذه المصطلحات علاقة وثيقة بالمصطلح الأم الذي هو أهل الحل والعقد. فتسميتهم بأهل الشورى تسمية أضيق روعي فيها وظيفة من الوظائف التي تناط بهم أو بفئة منهم وهي وظيفة الشورى. وتسميتهم بأهل الاختيار جاءت نظرا لأنهم يقومون بأجل وأهم عمل لهم وهو اختيار الخليفة. وتسميتهم بأولي الأمر جاءت نظرا لمكانتهم في الأمة. وتسميتهم بأهل الاجتهاد تسمية لا تتسع لهم لكنها استعملت نظرا لأن أهم طائفة فيهم هي طائفة العلماء والمجتهدين، لذلك قالوا عنهم بأنهم أهل الاجتهاد. وتسميتهم بأهل الشوكة تعكس صفة من صفاتهم وهي القوة السياسية. الأصل الشرعي لأهل الحل والعقد، نحن لسنا حقيقة بحاجة إلى التماس دليل على وجود جماعة أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية في صدرها الأول، لأن التاريخ خير شاهد على وجود أهل الحل والعقد، وقد ازدحمت على فم التاريخ الشواهد والأدلة، فالذين اجتمعوا في السقيفة ليبرموا أمر الأمة لم يكونوا كل الأمة الإسلامية ولا جمهورها، ولم يكونوا كذلك دخلاء عليها ولا مفتاتين على إرادتها، فمن يكونون إذن إن لم يكونوا كبارها وأولياء أمرها وأهل الحل والعقد فيها؟ والذين دخلوا على أبي بكر وهو يودع الحياة فشاورهم وأشاروا عليه وأشرفوا على تولية عمر بن الخطاب فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه الملهم المسدد وعقدوا البيعة له من الخاصة ثم العامة، من يكونون إن لم يكونوا أهل الشورى وأهل الاختيار؟ والذين ترك عمر الأمر شورى فيهم فسلمت لهم الأمة قيادتها فقادوها إلى بر الأمان.
بتسليم زمام الإمامة إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، من يكونون هؤلاء إن لم يكونوا هم الصفوة والنخبة التي تضع الأمة فيهم ثقتها وتنيط بهم أمرها، والذين يوم أن غابوا خلف ضباب الفتنة يوم مقتل عثمان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، التمسهم الثوار الخارجون وضربوا عليهم الأبواب واقتحموا عليهم الحيطان وصاحوا فيهم برغم أنهم كانوا مستغنين عنهم بالسيف القاهر: أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم عابر على الأمة، فانظروا رجلا تنصبونه. فبايعوا لعلي، تبايع الناس بمبايعتهم، ولولا بيعتهم لعلي لما استقر أمر الأمة كلها على أحد. فمن يكونون هؤلاء أيها الأحبة إن لم يكونون هم الصفوة والنخبة كما اعترف بذلك الخارجون أصحاب الأمر العابر على الأمة؟ والذي شهد به التاريخ للأمة الإسلامية هو الوضع الطبيعي لها دون تكلف، بل هو الوضع الذي يجب أن تكون عليه كل الأمم، وإلا إذا لم يكن كذلك حل الاستبداد وعم الفساد وضاعت العباد والبلاد، لأن هذا الأمر يا أحبتنا من ضروريات الاجتماع في جميع شعوب البشر تتوقف عليه حياتهم الاجتماعية المنظمة، كما قال قائلهم: لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم، ولا ثرات إذا جهالهم سادوا، ولا ثرات إذا جهالهم سادوا، وهو الوضع الذي يعكس استقلال الأمة ويترجم سلطانها ويتحقق به العدل والحكمة. لذلك يقول الإمام محمد عبده: والحكمة والعدل في أن تكون الأمة في مجموعها مستقلة في شؤونها كالأفراد في خاصة أنفسهم، فلا يتصرف في شؤونها العامة إلا من تثق بهم من أهل الحل والعقد المعبر عنهم في كتاب الله بأولي الأمر، لأن تصرفهم وقد وثقت بهم هو عين تصرفها، وذلك منتهى ما يمكن أن تكون به سلطتها وقيادتها. شهادة التاريخ المدعمة بضرورة الاجتماع كافية في إثبات وجوه هذه الجماعة في صدر الأمة الإسلامية، وهي كذلك كافية في إثبات مشروعيتها وكونها من مؤسسات النظام السياسي الإسلامي، لأن وجود أهل الحل والعقد في عهد الأخيار وممارستهم لأدوارهم على عين الأبرار الأطهار دون نكير من العلماء العاملين في مختلف العصور والأمصار أبين دليل وأوضح برهان على مشروعية وجودهم، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم محمد لا تجتمع على ضلالة أبدا كما قال النبي، ولا تخلو في أي عصر من عصورها من الطائفة الناجية المنصورة الناطقة بالحق والقائلة بالصدق، وبخاصة في العصر الأول عصر الخلفاء الراشدين المهديين الذي يعتبر هو الصورة المثالية للأمة الإسلامية، الذي حقيقة لن تشهد الأرض ولن ترى الأرض جيلا خيرا من هذا الجيل، جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومع ذلك فلهذه الجماعة أصل لمشروعيتها، أقصد بهذه الجماعة أهل الحل والعقد، مع كل هذه الشواهد والبراهين التي شهد بها التاريخ، مع كل هذا فلهذه الجماعة أصل لمشروعيتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية الكريمة تأمر المسلمين بطاعة أولي الأمر، وهذا يعني أن لهم نفوذا وسلطانا، وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين، هم العلماء والأمراء. لذلك يقول الإمام أبو بكر بن العربي:
والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب، لا سيما وقد قدمنا فيما سبق، وقد قدمنا أيضا أن كل هؤلاء حاكم، وقد سماهم الله تعالى بذلك، كل منهم يسمى حاكم. قال الله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فأخبر تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم، والرباني حاكم، والحبر حاكم، والأمر كله يرجع إلى العلماء، لأن الأمر قد أفضى إلى الجهال، وتعين عليهم سؤال العلماء. ولذلك نظر مالك إلى خالد بن نزار نظرة منكرة، كأنه يشير بها إلى أن الأمر قد وقف في ذلك على العلماء وزال عن الأمراء لجهلهم واعتدائهم، والعادل منهم مفتقر إلى العالم كافتقار الجاهل. لذلك يقول الإمام الجصاص رحمه الله تعالى بعد أن ذكر خلاف العلماء حول أولي الأمر، قال: أهم العلماء أم الأمراء؟ ليس بممتنع أن يكون هذا الأمر للفريقين، إذ ليس في تقديم الحكم بالعدل ما يوجب الاختصار بطاعة أولي الأمر على الأمراء دون غيرهم، بل إن قوله تعالى بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول. يدل هذا على أنهم العلماء، لأنهم الذين يعرفون كيفية الرد على كتاب الله، أو كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول ابن عاشور مبينا طريق ثبوت صفة ولاية الأمر، وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إما بالولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه، أو من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطان، وإما صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة، أو التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم، وهي الإسلام والعلم والعدالة. صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم، ما هذه الصفات؟ قال: هي الإسلام والعلم والعدالة. فأهل العلم العدول من أولي الأمر بذاتهم، لأن صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية، بل هي صفة قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الأمة بها، لما ظهر ذلك من علمهم وإتقانهم في الفتوى والتعليم. وقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأولي الأمر هنا هم الأمراء والعلماء. أولي الأمر هنا المذكورون هم الأمراء والعلماء. لذلك يقول الإمام الجصاص قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى، قال: هم أهل العلم والفقه. قال: هم أهل العلم والفقه. وقال أبو بكر: يجوز أن يريد أن أنه يريد بهم الفريقين من أهل الفقه والولاة لوقوع الاسم عليهم جميعا. فإن قيل أولو الأمر، من يملك الأمر بالولاية على الناس، وليست هذه صفة أهل العلم. قيل له: إن الله تعالى لم يقل من يملك الأمر بالولاية على الناس، وجائز كما تعلمون أن يسمى الفقهاء بأولي الأمر، لأنهم يعرفون أوامر الله ونواهيه، ويلزم غيرهم قبول قولهم فيها، فجائز أن يسموا أولي الأمر من هذا الوجه، كما قال الله تعالى في آية أخرى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوجب الحذر بإنذارهم وألزم المنذرين قبول قولهم.
فجاز من أجل ذلك إطلاق اسم أولي الأمر عليهم، والأمراء أيضا يسمون بذلك لنفاذ أمورهم على من يلون عليه. وأيضا عندنا قول الله تعالى في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال القرطبي: النقيب كبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها. وقال ابن كثير في معنى قوله تعالى 12 نقيبا، قال: عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة. والشاهد من الآية قوله تعالى: وبعثنا منهم 12 نقيبا، قال: فهؤلاء النقباء كانوا يمثلون 12 قبيلة، هي مجموع قبائل بني إسرائيل، ولا يعتبر هذا من شرع من قبلنا أو شرع من قبلنا المختلف في حجيته، لأن شرعنا قد ورد فيه ما يؤيده، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار في بيعة العقبة: أخرجوا لي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. وهنا الشاهد: فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. إذن أخذوا الموافقة وأخذوا التأكيد من عرفائهم ومن أصحاب أولي الأمر عندهم. إلى هنا أيها الأحباب الكرام، حتى لا أطيل على حضراتكم، أنتهي إلى هذا القدر، ونكون بذلك وصلنا إلى تنظيم مؤسسة أهل الحل والعقد، وهذا ما سنتدارسه في المحاضرة القادمة إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء. الآن نغلق الرابط ونفتح رابط جديد مباشرة. أريد أن أتكلم مع حضراتكم بشأن المذاكرة، يعني أريد أن أخيركم حقيقة، تختارون مذاكرة، أسئلة وأجوبة، حلقات بحث. نكمل إن شاء الله عندما نغلق هذا الرابط ونفتح، أرسل لكم رابط جديد إن شاء الله تعالى، ونفتح محاضرة جديدة. من كان عنده سؤال فليسأل في المحاضرة الجديدة التي سنفتحها بعد قليل، ونتحدث إن شاء الله أيضا عن منهجية المذاكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.